وبشأن اعتراف عبد المهدي بالقصف الصهيوني الذي طال مواقع الحشد، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. سيد شاهو، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، الحكومة أعلنت أن الكيان الصهيوني هو من قام بقصف مواقع الحشد، وذلك استنادا إلى تحقيق أجري من قبل الحكومة، لكن هل فعلا الأمر كان يحتاج إلى تحقيق على الرغم من اعتراف نتنياهو بالقيام بالقصف؟ تفضل سيد شاهو. مساء الخير، تحياتي لكم. سيد الكريم، صراحة الأمر لم يكن بحاجة إلى أي تحقيق في هذا الأمر، وخاصة أن إسرائيل منذ أكثر من عام وهي تعطي وتنشر تقارير ومعلومات عن التواجد الشيعي أو تواجد الميليشيات الشيعية والإيرانية في العراق. نعم. وأيضا نشرت الكثير من المعلومات والمراكز هذه الميليشيات، ولكن الحكومة العراقية لم تتعامل مع هذا الوضع، بل أنكرت وجود صواريخ إيرانية أو أسلحة إيرانية داخل العراق. ونتيجة لذلك، نتيجة لهذه المعلومات التي نشرتها إسرائيل، قامت بقصف مقراتهم عدة مرات. نعم. وهي ألمحت إلى ذلك، وبإضافة إلى التلميح المباشر، الكلام الغير مباشر للمسؤولين الإسرائيليين. وأيضا الحكومة العراقية لم يعني قامت بنفي كل هذه الحقائق حتى تتجنب حقيقة التواجد الإيراني داخل الأراضي العراقية، ولا تعترف بهذه الحقيقة التي أصبحت معروفة للعالم جميعا. نعم. وهي وجود مراكز تدريب وتسليح وأسلحة يعني ثقيلة داخل العراق، قام الميليشيات الإيرانية بنقلها وأيضا الإشراف عليها من قبل الإيرانيين لاستخدامها في أي صراع محتمل بين أمريكا وإيران على الأراضي العراقية. طيب سي شاهو، فالح الفياض وهو رئيس هيئة الحشد تبرأ من بيان أبو مهدي المهندس الذي حمل بدوره واشنطن مسؤولية القصف، لكن هل نفهم من ذلك أن ربما يكون هناك انقسام بين شركاء العملية السياسية وقادة الميليشيات؟ بلا شك هناك انقسام خوفا من تدهور أو تطور الأمور إلى يعني نتائج لا يحمد عقباها. الأطراف الموجودة هي تلتزم بالقرار الإيراني، ومهما كان هناك معارضة أو كان هناك رأي آخر، إلا أنه في الأخير هم يلتزمون بالقرار الإيراني. هذه الأمور هي محاولة لمسك العصا من الوسط. حتى الآن داخل الحكومة العراقية أيضا هناك توجه بالمحافظة على العلاقات مع أمريكا وعدم الوقوع في إحراج بسبب العلاقات أو النفوذ الإيراني الكبير موجود في العراق. ولكن أنا أعتقد أنه لا يوجد خلاف حقيقي داخل هذه الميليشيات، فهم يلتزمون بالنهج العام وأيضا بالتوجيهات العامة، ولكن قد يكون هناك اختلافات بسيطة في الوسائل أو في الأدوات التي يتعاملون بها لاستمرارية المشروع الإيراني واستمرارية عملهم داخل العراق. سيشاهو، في تصريح سابق عبد المهدي يعني خرج بشكل واضح وصريح برأ فيه الكيان الصهيوني من قصف مواقع الميليشيات، لكن لماذا أصدر صك البراءة للكيان الصهيوني وهو بطبيعة الحال لم ينتظر التحقيق؟ الجميع يعرف ثقل عبد المهدي هو رهين الأحزاب السياسية التي قامت بتقديمه إلى رئاسة الحكومة، ونعلم جيدا عدم وجود مؤسساتية داخل الحكومة العراقية، وبالتالي لا يمكن التعويل على تصريحات عبد المهدي. وأيضا عبد المهدي منذ قراره بتنظيم الحشد الشعبي إلى الآن لا يستطيع السيطرة على هذه الميليشيات، وبالتالي لا يمكن التعويل على أي قرار أو أي بيان من قبل عبد المهدي حول تواجد الميليشيات أو نشاطاتهم أو ردود فعل الدول الإقليمية ضد هذه الميليشيات. معلومات عبد المهدي هي معلومات فقط يحاول الاستمرارية في الحكومة وأيضا الحفاظ على العلاقات مع الدول الجوار، ولكنه لا يستطيع أن يضع حد للميليشيات التي تحرج العراق وأيضا تسبب له المشاكل، ليس فقط مع إسرائيل بل أيضا مع دول الجوار. نعم. لأننا مع ميليشيات لا تلتزم بالقرار العراقي الرسمي والدستوري، وأيضا تعلن الولاء العلني لإيران وتلتزم بالخطاب الإيراني، وهي أيضا جزء من الميليشيات التي قبل أيام عبر السفير الإيراني في العراق قال أن لدينا محبون ومستعدون للدفاع عن إيران في العراق، وهو يقصد بهذه الميليشيات.
ولم يتم أي ردة فعل قوي تجاه هذه التصريحات. طيب، التي يعتبر تدخلا في السيادة العراقية. سي شاهو، إذا ما تحدثنا عن موقف الحكومة على أقل تقدير أمام الرأي العام العراقي، الحكومة في البداية أرجعت موضوع القصف إلى انفجار صاروخ، مرة أخرى قالت إنه سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة هي التي تسببت بالانفجار. المرة الثالثة اتهمت فيه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لكن بعد نتائج التحقيق الأخيرة كيف سيكون موقف الحكومة أمام الرأي العام العراقي؟ بلا شك مصداقية الحكومة سوف هي مهزوزة أصلا وسوف تهتز أكثر، لأن المواطن لا يمكنه التعويل على البيانات الحكومية أو الإعلان الحكومي بعد هذه الأحداث. يعني نحن رأينا منذ البداية الإعلام الإسرائيلي تحدث عن هذه الغارات وتبنى هذه الغارات، وبالتالي أيضا المواطن العراقي سوف يتوجه إلى إعلام آخر، إعلام بديل أو إلى وسائل إعلام أخرى حتى يأتي بالحقيقة، ولا يمكن التعويل على بيانات الحكومة العراقية. وأيضا صدر أيضا عن فصائل الحشد الشعبي، ميليشيا الحشد الشعبي، بيانات متضاربة بين أنه حريق داخلي أو أنه سيارة مسيرة أو أنه قصف من إحدى الدول، وأيضا هذا حاولوا توريد دول الخليج في هذا الموضوع. لا، وبعضهم قال أنه من إقليم كردستان خرجت الطيران، ويعني معلومات مغلوطة. لا يمكن لدولة تحترم نفسها ولديها مؤسسات وإمكانيات أن لا تستطيع أن تحدد وتحقق. نعم، وتخرج بنتيجة واضحة للعلن لمواطنيها على الأقل. من إسطنبول الباحث في شأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لكم.